لا صوت يعلو في الوسط الرياضي السعودي حاليا إلا على قرارات غرفة فض المنازعات في قضية النجم الدولي محمد كنو بين النصر والهلال. وكنو البالغ من العمر 27 سنة جدد عقده مع الهلال في شهر يناير الماضي ولمدة 3 سنوات قادمة حتى يونيو 2025، وذلك بعد أيام قليلة من دخوله الفترة الحرة. وصعد النصر قضية محمد كنو إلى لجنة الاحتراف، والتي حولت بدورها الأوراق الرسمية إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ومساء الأحد أصدرت المنازعات 3 قرارات رسمية في القضية التي هزت الوسط الرياضي خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك على النحو التالي: أولا، إيقاف محمد كنو 4 أشهر، منع الهلال من التعاقدات فترتي تسجيل، وإلزام كنو والهلال بسداد 27 مليون ريال إلى النصر. ومن ناحيته قرر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل الاستئناف على قرارات المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. وفي هذا السياق كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عن كواليس اجتماع فهد بن نافل ومسلي آل معمر رئيسي الهلال والنصر على التوالي على خلفية قضية كنو. وأشار الإعلامي الرياضي في تصريحات تلفزيونية إلى أن اجتماع بن نافل وآل معمر جاء خلال حدث اجتماعي وبحضور الأمير خالد بن فهد عضو الشرف الذهبي بنادي النصر. وأوضح الإعلامي الرياضي أن بعض الوسطاء حاولوا خلال الاجتماع إقناع بن نافل وآل معمر على إنهاء قضية كنو بالتصالح من أجل مصلحة الكرة السعودية. وشدد الصرامي على أن آل معمر وممثلي النصر في الاجتماع رفضوا أي محاولة للتصالح في القضية. ولفت الصرامي إلى أن رئيس النصر أبلغ بن نافل والهلاليين بأن قضية كنو شهدت تجاوزات خطيرة لا ينفع معها التصالح بأي شكل من الأشكال. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.